كاميرا لا بنوات لا غرانات لا سينيالات لا دواو لا يديك لا يخليك والو. اشنا هو خرج تخدم غير سايق وصافي غير سايق وصافي. وشحال وشحال من كسيده درنا وشحال من كسيده درنا وشحال من مواطن خرجنا ليه على طوموبيلته وشحال من مواطن خرجنا ليه على طوموبيلته قتلوا شي واحد فهمتيني شحال قتلناهم ماتوا كل اللي ماتوا كل قتلوا قتلوهم كاع ماتوا ومنا احنا متنا احنا كل اللي ماتوا ما كاين لا مراقبه لا والو ما كاين لا مراقبه لا والو. انا عامل في هاد الديبو ديال بوسكوره ودويت على الكاميو هنايا في بوسكوره دويت عليه خاصو خاصو فران خاصو فيروجات خاصني مرايات وبات دويت عليه سيفطوني سيفطوني ب 40 كيلومتر لدار بوعزه باش ولات عندي 80 كيلومتر في النهار كنوض مع الثلاثه ديال الليل باش كنمشي ولا مشيت غير معطل كيردوني كيردوني ولا تهتا دويت تما ولا كيعطوني الميزابيات على الكاميوت اللي كندوي عليهم بلا مرايات بلا فيروجات بلا سينيالات وبلا بلا دياسك بلا حتى حاجه ولاو مصدريني لهذا الشيء علاش حيت انتقام انتقام من المدير علاش هذاك تيدوي يدوي على الكاميو خاصو انا الكاميو خاصو بزاف ديال الحوايج كاين الكاميو اللي مهرس ليه الجاج كاين الكاميو اللي عنده المرايات شادين عاب العصي ديال الشطاطب فرانات الفرانات والو كاين باقي الرواي اللي كان فراني غير بروايده وحده وإلا قلتي ليك هذا يقول لك هبط هبط وغوتوا على شي فور خر ويعطوك جلسات استماع وميزابي عليها فهمتيني يقول لك سير خرج قتل عباد الله ولا شوف شنو غدير فهمتيني وحاليا دابا حاليا دابا راه مدين ليا نهارات ديولي نهارات ديولي مدينهم ليا باش جيت ندوي معاه قال لي خدمة الشركة هي هادي أنا ماشي غنقابلوك حتى قلت لي كيفاش تقابلوني انا؟ راه نهاري هذا خاصك تعطيه ليا، ما تاكلنيش نهاري الى يوم هذا، رحنا باقين كنترجاو الله، رحنا باقين كنترجاو الله. المرأة المناضلة مسكينة والله اخويا لبقات فيا بالله مسكينة، هما كيما قالوا لك قال لك الكلاب مسكين كيف بيرجي قال لك عندنا نص ساعة ديالها انت شوفوا واش ماشي حشومة واش ماشي عيب؟ هادي فهمتيني هادي الناس هادي ما غنحاسبوهاش احنا خدامة هادي غنحاسبوها منا فهمتيني هادي غنحاسبوها منا وخدامة معانا. وهذه هذه عند علاش؟ عند غير وليه والتقليد ديالها كيبقى علينا حنايا كعمال النظافه كاملين جماعه كندويو حنا كجماعه فهمتيني هذه المراه راه حنا خاصنا نتحملوا المسؤوليه ديالنا عليها وحنا اللي خاصنا ندويو عليها. الله يرحم لكم الوالدين وجزاكم الله خيرا وكنتمنى من رئيس الجماعه ديال بوسكوره يتدخل يتدخل ويتدخل بعجاله حيت حنايا واكلين العصا بزاف. انا تسببت الطرد علاش تسببت الطرد؟ قلت للشاف عطيني كونجي الرياح راه عندي بنتي ناعسه في السبيطار قال لي ما عندكش كونجي دابا علاش ما عطينيش كونجي كنتسال كونجي وعندي بنتي ناعسه في السبيطار بالحق عطيني كونجي علاش؟ حيت انا كنت من سبب التغيبات ملي كنجيب ليه مرضي ما كيتباعش الاداره هادشي ماشي واجب علي بديات بحال ما هكا وهادشي اللي كاين. عملت النظافه حاكريني فين انا عايط بالتليفون ما كيجيبني حتى شي واحد انا حاطيني في الخلا الكلاب عرفتي الكلاب كيضربوا بيا ملي كنمحوك لهم قال لك لا تبقاي هنا في هذا الخلا باغين يطردوني بوجهي كان انا معامله النظافه ملي ايام بسيطه دخلت خط بسيطه عطونا لهاد الشركه عذبونا محنونا كفتونا جابوا درك ولاو الا عندنا موت يضربوا لنا على النهارات كنزيدوا السوع ما كيمركوهمش لينا كيخلونا خدامين يقول لك خدموا غنمركو لكم السوع كنجيو كنلقاو لا سوع لا والو ملي كنديرو كنقول لهم شوفوا راه حنا مكرسين معاكم كيقول لك ما كيعتبروناش ما كيعقلوش علينا كل شيء قسم اللي كتصلوا بالتليفون ما كيجيبوناش ما كيعرفونا كاين ولا ما كاينينش كيديروا من اللي يضرب انا رجلي عفطت على حجره انا دابا ما قدرتش نزيد برجلي الكسوه كيقول لك سيروا جيبوها انا مراه ما كنقدرش نجي حتى للديبو نديها كنقول جيبها ليا دابا بلاستيك كنقول جيب ليا بلاستيك حتى تقول لي ما كايناش كنحط بلاستيك باش كنخدم واش حاكريني حيت انا مراه حيت انا مراه ماشي راجل رجاله ما كيعتبروا مراه ما كيعتبروش واش انا بغاوني اش بغاوني نخرج لشي حاجه خايبه ودابا كنطالب ترجع لبلاصتي رجع للديبو ديالي فين كنت كنت نهار الاول وفين تيكتيت رجع ليه وحيدوا لي طرونسبور حيدوه ليا حيدوه ليا. شحال عندك ديال الاولاد تقريبا؟ عندي انا اربعه الوليدات عندي انا اربعه الوليدات اللي عندي وكنضرب 80 كيلومتر باش كنوصل للديبو عندهم
كنضرب 80 كيلومتر 40 في 40 وكنوض مع الثلاثه ديال الليل كنوض باش نقود على الموطور عاد كنوصل عندهم بان نوصل عندهم ولا جيت معطل يردوني يردوني لا غير بخمسة دقائق يقولك لا وقتك ماشي هو هذا خاصك تدخل قبل الوقت الى يوم لهذا وانا رانا باقي معاهم وباقي كنناضل معاهم وباقي كنناضل معاهم وباقي كنشتهد معاهم الحواديت. شحال ضربتي معاهم؟ انا ضارب 10 سنين 10 سنوات ضارب مع الشركه الاولى وضارب معاهم هما كازا تكنيك الى يوم لهذا انا باقي درك انا باقي كنناضل انا باقي كنناضل والكاميوات راه كنخرجوا بلادي ياسك وماشي غير انا كاين اللي كيخرجوه بلادي ياسك بلا والو خرج دبر راسك حنا خاصنا عير تخرج من الديبو صافي باش تحسب راه الكاميو خدام. هذا 100 تاع السواد كتبارط علينا من الشركه كتحولها مع كابران واحد خدام اغلبيه اللي كيخدموا بفهم في الشركه كتحول معهم الناس اللي كتخدم راه هي وحق الله العظيم هي اللي فيها اغلبيه كيخدموا بفهم كاميوات على رجليها حقوق تاع حاجه ما كاينه لا دوجات مزيانين حاجه لا طواليطات مزيانين لا الماء ديال صالح الشرب اللي قالت هما الاخرين كيقول لك بسرعه تاخذهم يعني عمك كيجمعوا بيديهم كاميوات والو غتبقى تتسرب انا غتشوف كاميوات عقول الماء بقنانه الموتوسورات مرسيد لاماز سينيالات والو بو مونتي كاكسون فول يعني حاله مثل ما كتفراني كيبغاو كل الكرويد والله خاسر الكرويد كيعيدوا لنا التيو ديال من ديال البنك كيخليو الكرويد قدامي ما كتفراني هم كاملين لي من ورا اليسار انا درت الاشتزاز ما عندي ستوب لور دخل فيا موطور دخل فيا طوموبيل طوموبيل ديال السين كاع تما خرجات وفي الاخر كاملين ما وقع لي والو هاد الدرجه انا كنسدي على ولادي عندي ولد مريض انا خدت ليه الدواء ب 5000 ريال عندهم واحد الثاني راه كاع الدراري كيعرفوا شوما عليهم من جهه الله مكرفسيني هاد الكرفيسه تعيط من الله ياخذ فيهم الحاجه شحال كيعطيو في الخريطه خدوني عاد الغابه والكلاب حاشا وجهك هيا صيدي والله العظيم عطينا كلب حاشا وجهك اللي جار لي كلب انا كنجر الكلب شاد فيا البيرجي وكندير كف كنعير واحد الدري كيطلب على طلب الله شوما عليهم اللي قلت لهم حولين من هذا قالك تبقاي تم على الشركة الأولى كانوا حاطيني في المحامية في البلاصة اللي في كيحموني الناس وهما لاحوني في الخلا الشوك الشوك الغابة الدوب ما إلا شدوني ما تعرفوني ما تعرفوني ولا قلت أو علاش هادشي انتقام قال لك أسيدي أنا هذيك البلاصة اللي كتخدمي فيها ما كتلحقيش نهارك يمشيو يقلبوا البنكة لا لقاو 4 ريال عندهم في البنكة هاي حملوا عليا أنا ولدي مريض عندي الكرة راه عارفين عندي الترياب شتو معلوم من جهه الله ما خصهمش يعذبوني ودابا نيت كيعيط عليا وكيهدد فيا علاش؟ اش بيني وبينهم؟ انا هو خدام انا خدامه هو كيضرب تضرب خبز الولاد وانا كنضرب خبز ولادي السلام عليكم اخويا الحشومه وهاي الناس هادو هاد المراه مسكينه والله الا بقات فيا بالله مسكينه كتعرض تحيه وإجلال هاد المراه المناضله كاميو راه لا بنوات لا غرانات لا سينيالات لا دواو لا يديك لا يخليك والو اشنا هو خرج تخدم غير سايقو صافي غير سايقو صافي وشحال وشحال من كسيده درنا وشحال من كسيده درنا وشحال من مواطن خرجنا لي على طوموبيلته وشحال من مواطن خرجنا لي على طوموبيلته شحال قتلوا شي واحد فهمتيني شحال قتلناهم ماتوا كل اللي ماتوا كل اللي قتلوهم كاع ماتوا ومنا تحنا متنا تحنا كاين اللي ما كاين لا مراقبه لا والو ما كاين لا مراقبه لا والو الجماعه ما كتعرفش ما كاينش الجماعه ما كتراقبش الجماعه ساكته وراكده فهمتيني الجماعه هاي كتجي كتبدل على الطوموبيل الى ضربت لها الطوموبيل تبدل ليها صافي وحنا الماتيريال ديالنا ما كيتبدلش وما كيتغيرش الى يوم لهذا الى يوم لهذا وكاين الماتيريال اللي كراه من هذا الشيء محطوط ومحطوط ومنسي منسي لا روايد لا بنوات لا جوانت لا يديك لا يخليك واقف على الحجر هادشي اللي كاين هو هذا انا كنطالبوا من رئيس الجماعه تدخل في هادشي هذا رئيس الجماعه كنطالبوا من رئيس الجماعه هادشي هذا خاصو يتدخل فيه راه العمار راه واقف العسى هو واقفين بزاف كنطلب من رئيس الجماعه يتدخل ويشوف من حاله العمار ديال النظافه جزاكم الله خيرا يا اخوان حسبي الله ونعم الوكيل هادشي راه حشومه وعار عار وحشومه احنا لا ما عندنا لا حق لا قانون اخا هذه بلاد الحق وبلاد القانون وبلاد الديمقراطيه وحيا سيدنا محمد السادس وكنتحملكم نتوما مسؤوليه كصحابه باش الراي العام يوصلوا هذا الخبر ويعرف اش كيوقع مع المواطن على الواجهه.